إذن تم اليوم تحت إشراف وتحت رئاسة السيد ولي جهة عبد الملك خنيفرة وعامل إقليم بني ملل إطلاق برنامج تقوية آلية المواكبة في إطار البرنامج المندمج لدعم وتمويل مقاولات انطلاقة. يعني هذا البرنامج يأتي في ظرفية اقتصادية جد خاصة تستوجب من جميع المتدخلين مضاعفات وتنسيق وتوحيد الجهود ديالهم من أجل منح يعني دعم فعلي وفعال لحاملي المشاريع وللمقاولات الصغرى والمتوسطة. وهذا ما أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال خطابه الأخير بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية 11. هذا برنامج يتم إطلاقه تبع لاتفاقية الشراكة التي تم إبرامها بين المركز الجهوي للاستثمار والشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات، والتي مكنت المركز الجهوي للاستثمار من إطلاق طلب عروض مكن من اختيار 3 ديال المكاتب المتخصصة سيعهد إليها يعني مواكبة حاملي المشاريع، بالضبط 8 حامل مشروع من أجل صياغة تكوين ووضع ملف طلب تمويل انطلاقة، ثم كذلك المواكبة ديالهم من أجل إنشاء المشاريع ديالهم، خلق وضمان استمرارية المقاولات ديالهم. تم كذلك اليوم إعطاء انطلاقة المنصة الرقمية للمواكبة بروغرام ازدهار .ما التي تروم إلى توفير جميع المعلومات اللازمة لحاملي المشاريع من أجل خلق المقاولات ديالهم ومن أجل إنشاء المشاريع ديالهم، وتمكن كذلك من استقبال وتتبع طلبات المواكبة بصفة رقمية.